السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم بيت دعاء. كتير من الناس بيستنى رمضان وتحديدا العشر الأواخر عشان يطلعوا الزكاة بتاعتهم. طبعا ما فيش علاقة بالاتنين، زكاة المال ليها علاقة بالحول اللي هي يعني السنة اللي هو ممكن يكون أي يوم بقى خلال السنة، لكن وجهة نظرهم إن هم يقدموا عمل صالح وعبادة عظيمة زي الزكاة وهم بيتحروا ليلة القدر. طبعا ده غير زكاة الفطر الواجبة على كل مسلم، دي حاجة تانية. هنتكلم عن الزكاة وفضلها وأحكامها مع ضيوفنا الشيخ أحمد المالكي من علماء الأزهر الشريف. أهلا وسهلا يا شيخ أحمد. أهلا وسهلا بحضرتك. والداعية الإسلامي دكتور صالح الشواف، أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ. منورنا، كل سنة وانتم طيبين. يبارك فيك ويكرمك ويسترك. آمين يا رب. ربنا يرزقني الستر والصحة ويرزقك الستر والصحة شيخ أحمد وشيخ صالح وكل المشاهدين الستر والصحة يا رب. يا رب تقبل يا رب. اللهم آمين يا رب. كرمنا في الأيام المباركة دي يا رب وبلغنا ليلة القدر يا رب العالمين. اللهم آمين. آمين يا رب. وكل قصة برنامج بيت دعاء كل قناة كل الناس يا رب. أيوة كل الناس الستر والصحة يا رب، يعني أهم حاجة بجد الستر والصحة، وربنا يعتقنا من النار كده ويبلغنا ليلة القدر إن شاء الله والفردوس الأعلى والمغفرة يا رب. أيام جميلة ومفترجة ومباركة الستر والصحة، شوية دعوات كمان كده. ده الدعوات التانية دي كلها مهمة بس الستر والصحة مفيش كلام يا رب. ربنا يرفع البلاء والوباء اللي عننا يا رب وعن العالم كله. احنا يا شيخ أحمد عايزين نتكلم عن الزكاة وأهميتها، يعني احنا بنتكلم كتير عن الصدقة وهنتكلم كمان عن زكاة الفطر طبعا مهمة جدا وزكاة المال، لأنه في ناس كتير بيحبوا يطلعوا زكاة المال في رمضان وبالذات في العشر الأواخر. هو مش مسألة حب بس هقول المسألة دلوقتي إن شاء الله. الحمد لله وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، تمم اللهم ما به بدأتنا ولا تسلبنا اللهم ما أعطيتنا، اللهم أمين. برحب بحضرتك والسادة المشاهدين وأخويا دكتور صالح، ربنا يبارك فيكم جميعا، وأسأل الله عز وجل أن يبلغنا ليلة القدر وهو راض عنا ولا يخرجنا من رمضان إلا وقد غفر لنا وأعتقنا من النار وأعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وعلمائنا وكل من له حق علينا وكل من طلب منا الدعاء أو طلبنا منه الدعاء، اللهم آمين. احنا في رمضان دايما كده مرتبط سبحان الله شهر رمضان بالصلاة والصيام والزكاة والصدقة والزكوات. انت قلتي حاجة مهمة جدا، ان يا جماعة الصدقة مطلعها في وقت لكن الزكاة مرتبطة بحاجة اسمها الحول يعني او الحول اللي هي مرور سنة هجرية، ومرتبطة بحاجة تانية اسمها الايه النصاب. ده دي في ايه؟ في الذهب والفضة، في النقدين الذهب والفضة، في حاجة اسمها عروض تجارة، لكن فيها حاجة تانية اللي هو زي زكاة الفطر مش مرتبطة بالنصاب عند مالك والشافعي والإمام أحمد رحمة الله عليه. قال لك لا، اللي عنده قوت يوم وليلة خلافا للحنفية يعني في المسألة دي. وعندي حاجة اسمها زروع الثمار، زروع الثمار، زروع الثمار دي مرتبطة بوقت الإيه الحصاد المحصول وبلوغ النصاب مش مرور حول. ده في ده الحاجة التانية اللي هو أنا عندي حاجة اللي هو بهيمة الأنعام، البقر الغنم الجاموس والإبل، دول أعمل معهم إيه؟ دول لما يبلغوا برضو النصاب ويحول الحول يبقى أنا بطلع لهم مقدار معين يعني. فأنا دلوقتي بتكلم في الزكاة عامة اللي هي المشهورة قوي اللي احنا بنتكلم فيها، أو على أهمية الزكاة عامة عامة، كل بقى ذهب وفضة، بهيمة الأنعام، زروع، عروض تجارة، أنا بتكلم على أهميتها. أول حاجة لازم نعرف إن الزكاة من شعائر هذا الدين، مهم جدا، وركن من أركان هذا الدين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أدي واحدة، إقام الصلاة، اثنين، إيتاء الزكاة، ثلاثة، خلاص؟ طبعا بعد كده الايه وحج البيت وصوم رمضان، او صوم رمضان وحج البيت في كما في الاحاديث. يبقى ده مهم جدا. اتنين، ان يا جماعه الزكاه اللي بيؤدي الزكاه بيستحق اخوه هذا الدين واخوه المسلمين، ودي شعار لهذا الدين. الله عز وجل يقول: فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه، مالهم يا رب؟ فاخوانكم في الدين. خلاص كده، يبقى اللي بيؤدي الزكاة هو مسلم وهي شعار على هذا الدين. تاني، فإن تابوا
واقاموا الصلاه واتوا الايه واتوا الزكاه. انت مش ملاحظه حاجه هنا؟ اقاموا الصلاه واتوا ايه الزكاه. الزكاه جايه بعد الصلاه. بني الاسلام على خمس شهادات: لا اله الا الله وان محمد رسول الله، واقام الصلاه، ايه اللي بعديها؟ واتى الزكاه. طب تعالى ندخل في الايه اللي بعد كده. ان يا جماعه من اهميه الزكاه كمان ان سبب من اسباب النصر والفلاح. الامم التي تؤدي زكاه اموالها ينصرها ربها سبحانه وتعالى. خلاص. الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم بالاخره هم يوقنون، اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون. يبقى سبب للفلاح. الله عز وجل يقول: الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه. الله، هو في ايه؟ اقامه الصلاه بعدها ايتاء الزكاه. هنلاقي في القران يا استاذه دعاء ان ربنا قرن الزكاه بالصلاه في 28 موضع في القران الكريم. طيب يعني معناها اهميه الزكاه. اه طبعا. 28 موضع في القران الكريم هنلاقي ربنا يجيب الصلاه يجيب بعدها ايه؟ زكاه. واحيانا الله عز وجل يقرن الصلاه بالايمان، مش احيانا، على طول بيقرن الصلاه بالايمان. يبقى الايمان اولا، وبعدين تيجي بعدها الصلاه، وبعدين بيجي بعدها الزكاه، وبعدين ممكن التلاتة دول مربوطين بالعمل الصالح، بيقرنهم بالعمل الصالح. ليه ده؟ قال أولا بالإيمان، لأن ده عمل القلب. عمل القلب، الإنسان لا يكون مؤمنا بحركات مثلا، وإنما الإيمان هو عمل إيه؟ هو عمل قلبي، مش عمل ظاهر، مش جوارح ولا حاجة، إنما هو عمل إيه؟ قلبي وتصديق بالقلب. خلاص؟ يبقى ده عمل قلب. طب وإيه علاقة الصلاة بالإيمان؟ قالوا والله العمل الصالح، العمل الصالح دليل على عمل القلب. مش انت بتقول انا مؤمن؟ ايوه. ايه بقى الدليل بقى؟ نعمل ايه بقى؟ اعمل جوارح. طيب، اول حاجه من عبادات الجوارح اللي هي ايه؟ الصلاه. اول حاجه من عبادات الجوارح اللي هي يا استاذ بقى الصلاه. ولذلك اول ما يسال عنه العبد يوم الايه؟ يوم القيامه، يسال عن ايه؟ عن الصلاه. طب دي عبادات الجوارح. طب انا عندي حاجه اسمها عباده، دي عباده بدنيه. أنا عندي حاجة تانية اسمها عبادة مالية. وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة عن العبادة المالية الزكاة. الزكاة. فلذلك دايما صلاة عبادة جوارح، عبادة بدنية، التانية عبادة إيه؟ مالية. عشان كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حديث ابن عباس لما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب. طب اول ما هتدعوهم هتدعوهم الى ايه؟ الى التوحيد، الى الايمان، اللي احنا قلنا الايمان وشهاده لا اله الا الله واني رسول الله. فانهم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم العباده اللي الجوارح اللي هي البدنيه، خمس صلوات، خمس صلوات في اليوم والليل. فانهم اطاعوا لذلك قول لهم على طول ايه؟ في عباده ماليه ان الله افترض عليهم ايه؟ صدقه تؤخذ من اغنيائهم وترد في فقرائهم. طب ليه؟ قالوا لأن يا جماعة الإنسان لا يستقيم حاله إلا بالإيمان، ولا تستقيم جوارحه إلا بالصلاة، ولا يستقيم المجتمع إلا بإخراج الإيه؟ بإخراج الزكاة ومواساة الفقراء. شيخ صالح، احنا طول السنة بنتكلم طبعا في فقراتنا وبرعاية مؤسسة سقيا الماء عن الصدقة وأهمية الصدقة. طيب احنا في رمضان طبعا بنتكلم على الصدقة، وبرضو في رمضان يعني مش هنطلع الزكاة وبس، احنا في رمضان طبعا ايه لازم نطلع صدقات كتير ونطلع الزكاة كمان، يعني في رمضان الزكاة والصدقة. يعني بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا ثم ما بعد، يعني تقريبا اخويا الشيخ الملكي ما سابش اي حاجة اقولها. قال كلنا محضر. يعني الزكاة هي ركن من أركان الإسلام، بل هي الركن الثالث من أركان هذا الدين، زي ما قال أخويا الشيخ الملكي إن ربنا يقرن في القرآن دائما بين الصلاة والزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أمر بإقامة الصلاة بعدها على طول يجي الأمر بإيتاء الزكاة. فالزكاة دي حضرتك لما بتحسب الفلوس اللي عندك اللي عدى عليها سنة وبلغت النصاب وتطلع 2.5% من الفلوس دي، حضرتك ده مش تطوع، ده واجب عليك، انت لازم تعمل كده كمسلم، دي فريضة من فرائض الإسلام، ركن من أركان هذا الدين. الزكاة ركن من أركان الدين بدلالة القرآن، ربنا قال لنا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الزكاة واجبة بدلالة القرآن وبدلالة السنة، حديث سيدنا النبي بني الإسلام على خمس: وإيتاء الزكاة، وكذلك إجماع الأمة، أجمعت الأمة على وجوب الزكاة. الزكاة أستاذة دعاء فيها تطهير للنفس من حظوظها،
ان الانسان لما بيطلع الزكاة بيفتكر ان الفلوس دي مش بتاعته، وان هذا مال الله عز وجل، وانه انفقوا من مال الله الذي اتاكم. هذا المال هو مال الله، والله عز وجل هو الذي اعطاه للعبد، والعبد مكلف ومستخلف على هذا المال، ومأمور من رب العالمين سبحانه وجل وتعالى أن ينفق هذا المال في طاعته، وأن ينفق هذا المال على الفقراء والمساكين. فالعبد بيتخلص من حظوظ نفسه، لأن ربما وأنا شغال في الدنيا وقاعد بجمع في الفلوس وبكتر في الأموال عندي، فالنفس بتتعلق بالدنيا، النفس بتتشبث بهذا المال. فلما اجي في اخر السنه اقوم احسب انا عندي كام واطلع 2.5، لا ده انا كده بفكر نفسي ان دي هذا مال الله، هذا مال الله رب العالمين سبحانه وجل وتعالى. والانسان دائما لابد ان يستحضر هذا، ان هو في الدنيا دي مستخلف على كل شيء، وان هو في الدنيا دي الحاجات دي كلها متعه عاجله، لكن هذا الملك ملك الله عز وجل، وهذا المال مال رب العالمين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. فالإنسان لما يطلع الزكاة يقوم يتخلص من هذا التعلق والتشبث بالدنيا، ومن هذا التعلق بهذا المال. كذلك يا أستاذ دعاء، في إخراج الزكاة إحساس بالرحمة، الزكاة بتعلي إحساس الرحمة في القلب، تجعل الإنسان يكون رحيم بغيره، رحيم بالفقراء، رحيم بالأيتام، رحيم بالمساكين، رحيم بالمحتاجين، يرحم خلق الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لم يؤمن بي أو ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع. فالنبي عليه الصلاة والسلام شيخ أحمد يرسي أسس التكافل في هذا المجتمع المسلم، يرسي أسس الرحمة عليه الصلاة والسلام والتعاون بين أفراد هذا المجتمع المسلم، إن الغني يعطف على الفقير والقوي يرحم الضعيف. هذا هو المجتمع الإسلامي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إذا استشعر المسلم هذه المعاني حال إخراجه للزكاة تطهرت نفسه وزكى قلبه وسمت روحه في درجات العبودية لرب البرية سبحانه وتعالى، أنه ما أخرج الزكاة إلا امتثالا لأمر الله وطاعة لرسول الله وتطهيرا لنفسه من حظوظ الدنيا وتخلصا من التعلق والتشبث بحب المال وحب الدنيا. أسأل الله جل وتعالى أن يجعل الدنيا في أيدينا ولا يجعلها في قلوبنا. آمين آمين يا رب العالمين. طيب نشوف بعد